أين ثمار محصول الطماطم وحان وقت قطافها مباشرة بحلول موسم جديد خلافاً للمواسم السابقة من وفرة الإنتاج، لكن ترك الحدود مشرعتان يهدد بصورة فعلية عمل المزارعين وخسارتهم المؤكدة للمنتوج الوطني. هناك إنتاج كثير عندنا متوفر ويكفي لسد الحاجة البلد، حيث أن إنتاجنا الآن يبلغ من 2000 إلى 2500 طن حالياً. أكثر من 2000 طن من محصول الطماطم تنتج يومياً، والتي تكفي لسد حاجة السوق العراقية بمساحة زرعت دون توفير المواد الأولية من الحكومة العراقية. احنا طماطه هاي طماطه ب 5000 دينار وما حد ياخذها، هاك تنوع يا عم شوف، يعني اكو بها خايسه مثل التركيه، معفنه مثل الايرانيه، يا عم يسوي لنا حل، بلكي الدوله، بلكي رئيس الوزراء الكاظمي، بلكي يسوي لنا شاره، زين وين نروح؟ بلكي يسدون الحدود، معودين حتى في الاله احنا شالت، قام الصندوق ياخذ لنا منه ربع 1000 دينار نبيعها ب 4000، الا 1000 بالصندوق، يعني ما يجيب قوت العائلته، شي سطحين ما يجيب له. فتح المعامل وتشغيل الأيادي العاطلة يتيح للفلاح آفاقاً جديدة لتصدير منتوجه ليدخل في صناعات متعددة لتمنع تكدس هذه الثروة الاقتصادية وتعوض خسارة مالكي الأراضي الزراعية. احنا الإنتاج المحلي عندنا وفرة، نقدر نصدر إذا سمحوا لنا المجال، نقدر نصدر إلى دول الجوار. أنا عندي نقطتين يجوز هن الأساس بهن. اليوم احنا عندنا كثرة بطالة في المجتمع العراقي، لو فتحنا معامل المعجون الرئيسية عندنا اللي هي معمل تعليب كربلة، معمل دهلكي، راح يصير عندنا أيد عاملة ونشتغل بالأيد العاملة ونوفر. أنا ما أريد الطماطة تصير ب 14 و15 وتصير ب 500 وتصير عبء على المواطن، أنا أريد الطماطة تصير من 400 ل 300 دينار، يعني تصير موازنة. الطماطة الإيرانية تطب للعراق ب 300، اليوم هاي طماطة ب 200 دينار 250 دينار. لسنا بدولة أوروبية تهتم بزيادة مواردها الزراعية، إنما نحن في العراق يهتم الفاسد بزيادة معاناة المواطن وتهديم اقتصاد البلد. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.